أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا في الدين. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما هي شعائر الله سبحانه وتعالى؟ وكيف يكون تعظيمها؟ وما علاقة ذلك بتقوى القلوب؟ وكيف نحييها اليوم في مجتمعاتنا الإسلامية؟ تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليتفقهوا في الدين مع ضيفنا فضيلة العلامة الشيخ محمد الحسن والددود الشنقيطي رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا. مرحبا بكم شيخنا. وبكم أكرمكم الله. شيخنا، كما تعودنا في البرنامج أول ربع ساعة موضوع محدد ثم نفتح الاتصالات مع المشاهدين. ما هو مفهوم الشعائر الوارد في الآية الكريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الشعائر جمع شعيرة، وهي ما أشعر الله فيه بتعظيم أو حكم، فهي قسمان: ما أشعر الله فيه بتعظيم كالصفا والمروة وكالهدي ونحو ذلك، فإن الله قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن ذلك المشاعر كلها في البيت الحرام من شعائر الله، ومنن من شعائر الله، ومزدلفة من شعائر الله وهي المشعر الحرام، وعرفات من شعائر الله وهي المشعر الحلال. وأما الشعائر التي أشعر فيها بحكم فهي مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج، فكلها من شعائر الله، لأن الله أشعر فيها بحكم وبين ما فيها من الأحكام وما أمر به عباده فيها. فيقال الشعائر إذا أطلقت شعائر الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والصلاة والزكاة والصيام والحج، فهذه أركان الإسلام هي شعائره التي أشعر الله بها بحكم وجعلها أساس هذا البنيان. وأما كل ما عظمه الله مما سوى ذلك، سواء كان من الأعيان كالصفا والمروة والهدي الذي نزلت فيه هذه الآية، فهذه الآية من سورة الحج نزلت في الهدي: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، وذلك قبل نحرها، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، وذلك لنحرها. فهذه الشعائر المقصودة في آية سورة الحج هي الهدي. وعلى هذا فقد تكون الشعائر أعيانا حسية، وقد تكون أمورا معنوية، وقد تكون أفعالا وأركانا لعبادات مخصوصة، فكل ذلك يشمله معنى الشعائر ومفهومها. كيف يكون تعظيم شعائر الله؟ تعظيم شعائر الله أن يعلم الإنسان أن ما عظمه الله فهو عظيم، وكل من أحب الله فإنه يحب ما أحبه الله، وكل من عظم الله فإنه يعظم ما عظمه الله. فلذلك من عظم البيت العتيق، ومن عظم الصفا والمروة، ومن عظم المشاعر، ومن عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المرسلين، ومن عظم الكتب المنزلة، ومن عظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عظم شعائر الله، فذلك دليل على أن قلبه فيه تقوى لله سبحانه وتعالى. والتقوى تقتضي منه الاجتناب في الظاهر والباطن والامتثال في الظاهر والباطن، فالاجتناب لما نهى الله عنه والامتثال لما أمر الله به، فكل ذلك من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. هذا التعظيم يدخل فيه ما يتعلق بحدود الله، وحدود الله قسمان: حدود لا يحل تعديها، وحدود لا يحل الاقتراب منها. فالحدود التي لا يحل تعديها هي ما كان من المقدرات والمعدودات ونحو ذلك، فهذه لا يحل تجاوزها، كالأوقات التي حددت لعبادات مخصوصة وكعدد الركعات ونحو ذلك، فهذه الحدود التي تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومثل عدد الطلاق مثلا فهو من حدود الله التي لا يحل تعديها. أما حدود الله التي لا يقترب منها فهي كبائر الإثم والفواحش، تلك حدود الله فلا تقربوها. وهذه منها كل ما رتب الله عليه حدا في الدنيا كالزنا والسرقة وشرب الخمر والردة عن الإسلام، وكذلك ما رتب الله عليه لعنا أو توعدا بالعذاب يوم القيامة،
فكل ذلك داخل في حدود الله التي لا يحل الاقتراب منها، وكل هذا داخل في شعائر الله التي يجب تعظيمها، فتكون عظيمة لدى الإنسان، معظمة لأن الشارع عظمها، فما كان منها مأمورا به كان عظيما في أدائه والإقبال عليه والسعادة به والارتياح له كالصلاة مثلا، وما كان منها عظيما في النهي عنه عظم الله النهي عنه ورتب عليه زجرا عظيما يخاف منه الإنسان ويبتعد عنه ويهرب منه ولا يقربه بحال من الأحوال، فهذا هو تعظيم شعائر الله، وهو دليل على تقوى القلوب. فالتقوى فيها تقوى الظاهر وتقوى الباطن، فتقوى الظاهر هي تقوى الجسم، وتقوى القلوب هي تقوى الباطن، يكون الإنسان فيما بينه وبين الله يخاف الله سبحانه وتعالى ويستشعر مراقبة الله وأنه يراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ومن كان يستشعر ذلك فهو الذي يحافظ على حدود الله ويقف عندها ولا يتعدى الحدود التي نهي عن تعديها ولا يقترب من الحدود التي نهي عن الاقتراب منها. ومن كان هذا التقوى كانت هذه التقوى في قلبه فإنه معظم لله ولكل ما عظمه الله، محب لله ولكل ما أحبه الله، فلذلك لا يمكن أن يكون من المتهاونين لا بألسنتهم كمن تراهم يهون عليهم أمر هذا الدين فلا يبالون بما يقولون في ألسنتهم حتى لو كان كلاما فيه سوء أدب مع الله أو مع رسوله الكرام أو مع كتبه المنزلة أو مع المقدسات، سواء كانت هذه المقدسات أعيانا كالكعبة المشرفة والصفا والمروة والمشاعر أو المساجد عموما، فهي قد أضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف، وأعظمها المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، والمسجد الأقصى الذي بمدينة القدس بفلسطين، فهذه هي أعظم المساجد التي هي من شعائر الله ويجب احترامها وتعظيمها. وقد أرشد الله إلى ذلك في قوله: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ولذلك كان السلف يعرفون تقوى الإنسان في بيوت الله بغض بصره ولزومه للسكينة والوقار، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. بعض الإخوة يسرعون شيخنا حتى يدركوا الركوع، لا ينبغي هذا. من دخل المسجد لا بد أن يستشعر حرمة شعائر الله وأن يلزم السكينة والوقار، والسكينة معناها التأني وعدم الفعل الذي لا يعني، والوقار هو خفض الصوت وغض البصر، أما السكينة فبالتأني وعدم الفعل الذي لا يعني وخفض صوت ثم غض البصر هو الوقار عندهم في الأشهر. نعم، معنا اتصال من عبد الله من الجزائر ثم نكمل إن شاء الله. تفضل أخي عبد الله. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ نحبكم في الله. أحبكم الله وأكرمكم. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية. حياكم الله. فضيلة الشيخ يسمع شيخنا. تفضل أخي. السؤال شيخنا، القول بجواز أخذ الربا شيخنا حال الضرورة، هذا القول يطرح عدة إشكالات شيخنا، ولعل من بينها حدود هذه الضرورة التي تبيح أخذ الربا، ما حدودها؟ أين، في ديار المسلمين أم في الغرب أخي؟ لا، أنا أسأل في ديار المسلمين شيخنا. نعم نعم. السؤال الثاني لو سمحتم، مقدار الغنن والمد في التلاوة، هل هذا متواتر أو من اجتهاد العلماء أو كيف؟ يوجد سؤال آخر أخ عبد الله. سؤال ثالث بعد إذنكم وأستسمحكم. نعم. سبق أن تعلمنا من فضيلة شيخنا العلامة في برنامج مفاهيم سابقا في حلقات الرؤى والأحلام،
ان من شرط الرؤيا التي من الله ان تكون لا تخالف مقتضى العقل. ونحن نجد في قصة سيدنا يوسف الرؤيا التي رآها تبدو مخالفة لمقتضى العقل على الإظهار شيخ، طيب وكذلك لما رأى ثلاثة أقمار سقطت في حجرتين. بارك الله. طيب تسمع شيخنا في الله ونلتمس منكم الدعاء لنا. وفقك آمين. الله حبيبي. آمين. شيخنا الأخ عبد الله بداية يسأل عن الربا للضرورة. سؤاله بحثه أهل العلم فذكروا أن الربا فيه خلاف، هل تبيحه الضرورة أم لا؟ فمنهم من رأى أن الربا لا تبيحه الضرورة مطلقا، وهذا لا شك فيه تشدد، لأنها تبيح الخمر وتبيح أكل الميتة وهو مثل هذه. وقال الطائفة أخرى بل تبيحه الضرورة، وهؤلاء الذين قالوا بأن الضرورة تبيح الربا اختلفوا في مقدار الضرورة التي تبيحه، فرأى بعضهم أن ذلك يختص بما يبيح أكل الميتة وشرب الخمر من الغصة، فيكون الإنسان يخاف الموت حالا فيحتاج إلى ما يتقوت به فيأخذ الربا من أجل قوته، أو يخاف القتل إذا لم يدفع ضريبة أو شيئا يفادي به نفسه، أو يخاف السجن الذي يؤدي إلى الهلاك إذا لم يقضي هذا الدين مثلا أو نحو ذلك، فحينئذ يباح له أخذ الربا عند هؤلاء. وهذا الخلاف نظمه أحد علمائنا فقال هل الضرورة الربا تبيح، فيه اختلاف العلماء صريح، وهل مبيح الميتة المبيح أو دون ما يبيحها يبيح، وهذا الخلاف قائم موجود. والذي نراه إن شاء الله أن الربا مثل غيره مما قال الله فيه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وفي قوله فمن يضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالضرورة لها درجات، منها الضرورة المختصة الشخصية التي يخاف الإنسان بها هلاكا أو شديد أذى كفقد إحدى الحواس أو نحو ذلك، ومنها الضرورات العامة التي يحتاج الناس إليها في معايشهم وحياتهم، وذلك مثل مقومات دينهم ودنياهم الأساسية، فيحتاج فيها إلى الضرورة. والضرورة نطاق خارج التكليف، فالتكليف مثلا درجات، فيه الوجوب وهو المأمور به أمرا جازما بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وكذلك التحريم وهو المنهي عنه نهيا جازما بحيث يثاب تاركه ويعاقب فاعله، ودون ذلك المسنون والمندوب بالنسبة للمأمورات، والمكروه وخلاف الأولى بالنسبة للمنهيات، والمباح المستوي الطرفين. فهذه هي دائرة الأحكام، وراءها قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فالضرورة من وراء ذلك كله، فقد تبيح ترك الواجب، وقد تبيح ارتكاب المحظور حرام، وقد تبيح ما دون ذلك. نعم جيد. سأل الأخ عن الغنن والمقدار الغنى بالنسبة ومقدار المد. هيئة الأداء في قراءة القرآن، وهذا يشمل حتى مخارج الحروف وصفاتها الأصلية والعارضة، وكذلك ما يتعلق بقدر هذه الصفات كقدر المد وقدر الغنة ونحو ذلك، هذا كله اختلف فيه هل هو متواتر أم لا. قد نظم ذلك السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع فقال والسبع قطعا للتواتر انتما، وقيل إلا هيئة الأداء، قيل وخلف اللفظ للقراء، قيل إلا هيئة الأداء، أن هيئة الأداء ليست متواترة وأنها مأخوذة متلقاة من أفواه الرجال، وأنت بحسب ما تأخذ من شيخك فتلتزم ما أخذت منه، وهو أيضا لا يحل له مخالفة ما أخذ من شيخه، وهكذا. وإن كان الكثير من القراء لهم اختيارات، فورش مثلا روى عن نافع محياي ومماتي لله رب العالمين، روى محياي ومماتي لله رب العالمين كغيره، ولكنه اختار الإسكان محياي ومماتي لله رب العالمين، محياي ومماتي لله رب العالمين. فهذه اختيارات لبعض القراء، وهي مثل اختيارات المجتهدين في الأحكام إذا وجدوا أدلة، وذلك عندما تكون القراءة ثابتة بوجهين ويختار هو أحد الوجهين الثابتين، ولا ينافي ذلك أنها من قراءة هذا الإمام الذي تنسب إليه القراءة. فالإمام إنما تعرف قراءته من خلال رواته، مثلا لا توجد لنا قراءة نافع من غير رواية ورش وقالون، وقد روى عنه خلائق، لكن الذي تواتر هو رواية ورش وقالون. وورش أنت مثلا عنه أبو يعقوب الأزرق
والإصفهاني، وقال عنه أبو نشيط والحلواني، وهكذا في كل قارئ من القراء له راويان، وكل راوي له طريقان مشهورتان. وبهذا يكون التواتر في القراءات غير شامل لطرق الأداء. قراءة بسم الله مجريها، هل هنا قراءة مجراها؟ نعم، قراءة مجراها ومجراها ومجريها وغيرها متواترة أيضا. نعم طبعا، لأن بعض الإخوة استشكل مجريها، قال على خلاف سياق حفص، قراءة حفص. حفص عنده، ممكن أن يرجح هذه القراءة؟ حفص عنده الإمالة واحدة وهي هذه، وإشمام واحد وهو في السورة عليك لا تأمنا. نعم، وأيضا تسهيل واحد للهمزة وهو في سورة فصلت في أعجمي. وهذا الذي جعل قراءته أسهل القراءات، ولذلك انتشرت في العالم كله، هي أشهر القراءة، أسهل القراءات. نعم. ممكن أن يقرأ القارئ وبهذه الألفاظ الثلاثة يرجح قراءة أخرى متواترة؟ لا حرج، لكن بالنسبة للجمع بين القراءات فيه تفصيل. فمن العلماء من يرى أن الجمع في من غير تعليم مكروه مطلقا، ومنهم من يرى أن الجمع من غير تعليم ولكن في السورة الواحدة مكروه، وبين السورتين لا حرج، تقرأ سورة بقراءة وسورة أخرى بقراءة لا حرج. ومنهم من رأى أنه يمكن أن تقرأ آية بقراءة وآية أخرى بقراءة أخرى. نعم. ويرون أنه لا يجوز الجمع بين القراءتين في الكلمة الواحدة، وهذا نادر، ولذلك يمثلون له تمثيلا غلطا، وهو التمثيل بالجمع بين تسهيل الهمزة وترقيق الراء في الآخرة مثلا. لكن هذه أصلا رواية الإصفهاني عن ورش، لكن ليست رواية أبي يعقوب، وهي المأخوذ بها المعروف المشهورة. فبعض الناس ظن أنه بما أن ورش هو الذي ينقل حركة الهمزة هنا وهو الذي يرقق الراء، فظنوا أنه إذا حققت الهمزة فقلت الآخرة، ورققت الراء فقلت الآخرة، أن هذا جمع بين قراءتين. ولكن الواقع أن هذه رواية الإصفهاني، يعني قرأ سيدي طريق الإصفهاني عن ورش. لو قرأ القرآن الكريم في هذه الكلمات الإمالة والإشمام و إذا كان الإنسان يشق عليه ذلك فلا حرج. فقد ذكر ابن كثير في تفسيره في سورة الفاتحة في أول تفسيره أن من لا يستطيع نطق الضاد الفصيحة على من مخرجها وصفتها فليقرأها ضاء ولا حرج عليه، لا إثم عليه. هي متواترة ولا الضالين هي متواترة؟ هو ذكر فقط أن هي وجه من وجوه القراءة. قال من عجز عن نطقها ضادا فصيحة فلا حرج عليه من نطقها. توجد بعض القبائل لا تستطيع أن تقول إلا الضالين. نعم. مثلا. نعم. طيب، الأخ تكلم عن ضوابط الرؤية وأنها تخالف العقل، وقال وردت في القرآن الكريم بعض الرؤى للأنبياء خالفت العقل. لا تخالف العقل بالنسبة لقصة يوسف عليه السلام، لا تخالف العقل، وإنما بحثوا هل تخالف الشرع أم لا. فالسجود الشمس والقمر والكواكب هذا غير مناف للعقل، بل هو ثابت، وهي تسجد لله سبحانه وتعالى، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، فهي تسجد لله. لكن فقط هل هذا السجود إن ثبت واقعا وثبت عقلا، يبقى فقط ما حكمه بالنسبة للمخلوق؟ يوسف رأى أنها سجدت له، فقيل المقصود سجدت لله شكرا بين يدي يوسف، وحينئذ لا يكون هذا مخالفا للشرع. وقيل بل كان من ملتهم جواز السجود لغير الله تعظيما، ونسخ سجود الملائكة لآدم، ونسخ ذلك من ملتنا. وعموما هذا الخلاف قائم، لكن المهم أن هذه كلها لا تنافي عقلا نهائيا. نعم. الخلاف فقط في منافاتها الشرعية، وذكرنا جوابا عنه. نعم. معنا اتصال يا شيخ، لكن قبلها حتى نختم موضوع تعظيم الشعائر، هل احترام دور عبادة غير المسلمين يعد من تعظيم شعائر الله؟ لا، لكن فقط هو من الأحكام أنهم قد أحرزوا إذا أدوا الجزية وأصبحوا من رعاية الدولة الإسلامية فلا يحل أذاهم، فأذيتهم حرام، وأذيتهم تشمل أذية في بدن وأذية في مال وأذية في عرض، فلذلك لا يحل التعرض لهم في عباداتهم ولا سبهم ولا شتمهم إيذاؤهم، يعني لا يجوز إيذاؤهم. نعم. حتى الإيذاء المعنوي. نعم، قد دخلوا في ذمة الله ورسوله،
فلذلك لا يحل تعرض لهم بأذية أي ورد كان. البعض يعني يستشهد أن الإسلام يعني لا يحترم كثيرا الآخر ببعض الآثار أنهم اضطروهم إلى ضيق الطريق، هل هذا صحيح؟ بالنسبة للذين لا يستسلمون مع أوامر الدولة من رعاياها، نعم يضطرون إلى أضيق الطرق لأنهم يراد إبداء هيبة الدولة. وأما الذين يستسلمون مع هيبة الدولة وهم من رعاياها ويحققون ما يسمى اليوم بالمواطنة الصالحة فلا يضطرون إلى أضيق الطرق، فهو مختص بالمقصود به تأديب لإلزامهم بالمواطنة الصحيح صالح. نعم، معنا اتصال من بلال من فرنسا. أخ بلال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي بلال. حياك الله شيخنا، نحبك في الله. وإياكم وحبك الله. نسألك الدعاء شيخنا. وفقكم الله وحفظكم وكفاكم شر كل ذي شر. شيخنا أنا طبيب أشتغل الآن في فرنسا، اختصاص إنعاش وتخدير، وأقوم الآن بالتمرين واكتساب خبرة في اختصاص دقيق هو جراحة القلب والشرايين عند الأطفال. لكن في بعض الأحيان أتخلف عن صلاة الجمعة دون أن أتخلف، نادرا جدا أن أتخلف عن ثلاثة جمعات، وأني أن العمل في بلاد إسلامية بعد اكتساب الخبرة في فرنسا الآن، وأتلقى عروض إسلامية لكن اختلاف في الصوت يتقطع. أخ بلال صوت، يا أخ بلال صوت، يا شيخ بلال صوتك يتقطع، يعني نحن سمعنا إلى أنك لا تتخلف عن ثلاث جمع وأنت بنيتك أن تعود إلى إحدى الديار المسلمة بعد أن تكتسب الخبرة، إلى هنا سمعنا. نعم. سمعنا السؤال، أرجو أن تختصر السؤال وتقول. طيب أخي، طيب تلقيت أتلقى طيب طيب أتلقى عروض من بلدان إسلامية لكن هناك اختصاص في اختلاط، يعني فهل أولى البقاء في فرنسا لاكتساب الخبرة ثم النية العمل في بلدان إسلامية مع في اختصاص الأطفال، أو أقبل عروض بلدان إسلامية مع واضح السؤال وعمل في طيب الشيخ أوراد. وصل السؤال إن شاء الله، هناك سؤال آخر شيخ بلال؟ أي طيب طيب لو تسمح، هو أسأل شيخنا وأسأله بالله أن يحدثنا حديث إسناده متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بالرجل شرفا يكون اسمه أدنى سلسلة أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا رجاء من الشيخ وشيخنا العلامة، هذا الأسبوع بشرت الحمد لله أن زوجتي حامل والحمد لله فضل الله، وأسأل الشيخ ويتكرم بالدعاء أن يختار يكون هو من يختار اسم هذا المولود القادم إن شاء الله ويدعو له بالصلاح، فأسأل الشيخ أن يكون هو من يختار اسم المولود وأن يدعو لي إن شاء الله بحمل القرآن وبالصلاح، وجزاك الله كل خير شيخنا. أبشر دكتور بلال. الله يجزيك خير. السؤال يسأل عن التخلف عن صلاة الجمعة، وبعدين لم أفهم السؤال. نعم صراحة. بالنسبة للإنسان المضطر في تعليمه، مثلا أنت تتلقى تعليما إذا غبت إلى الجمعة سيفوتك ولا تستطيع حينئذ تداركه، فأنت معذور حينئذ، ولكن احرص على لا يفوتك ثلاث جمعات متوالية، وبقاؤك هناك لاكتساب الخبرة والتعليم أولى من الذهاب إلى البلدان الإسلامية قبل أن تكمل هذه المهارة التي يحتاج إليها العالم الإسلامي. فإذا أتقنت هذه المهارة فحينئذ اسعى للخروج من تلك الديار إلى بلد إسلامي تعمل فيه في خدمة المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك ولدا صالحا وأن يصلح ولدك ويقر عينك وأن يجعله من الصالحين. آمين. طلب التسمية. نعم، أحدثك وأحدث غيرك من المشاهدين بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي مم السباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن أخيه الشمس العلقمي عن جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار
عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السيزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري قال في صحيحه حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ونسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار. آمين. يريد اسما لولده؟ نعم، بالنسبة لأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فاختر أي الاسمين شئت. نعم، جميل. نأخذ فاصل ثم نعود إن شاء الله. إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أيا كان نوع هاتفك وأيا كان التطبيق الذي تستخدمه، واتساب، سكايب، تيليجرام أو غيرها من التطبيقات، تستطيع أن تتواصل معنا في جميع برامجنا صوتا وصورة عبر أرقام هواتفنا التالية: 0+التفاعلية، تواصل على مدار الساعة. بنقرة واحدة سنكون أمام عينيك. تابع بثنا المباشر وما فاتك من برامجنا وعلى مدار الساعة من خلال قناتنا على يوتيوب وعبر موقعنا الإلكتروني www.kaf.tv. قاف التفاعلية، بنقرة واحدة. هذه المذاهب كلها نور الهدى، كأشعة الشمس افترقنا إلى مدى، من أصل واحد وحول قبلة واحدة وكتاب واحد يجمعنا. قاف، قبلتنا. نحن معك في منزلك، في مكتبك، وخلال تنقلاتك اليومية، وحتى في سفرك. نحن معك. حمل تطبيق قاف التفاعلية على جوالك بنظامي iOS وأندرويد، وتابعنا أينما كنت. قاف التفاعلية، معك أينما كنت. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا والإجابة عن أسئلتكم مع فضيلة شيخنا العلامة محمد الحسن ولد الددو. شيخنا معنا الآن اتصال محمد من الجزائر، ثم نعود إن شاء الله. لكن قبل الاتصال، هناك موضوع الشعائر عندكم، كان تمييز بين الشعائر وبين التقديس. نعم، بالنسبة لشعائر الله، تعظيمها هو بامتثال ما أمر الله به فيها، والكثير من الناس يلتبس عليه ذلك بتقديسها، وفرق بين التقدير والتقديس. فأنت إذا قدرت شخصا لأنه صاحب علم أو صاحب تقوى أو صاحب ورع أو صاحب عبادة، فهذا تقدير فقط ومحبة والتماس لأحسن الوجوه فيه. نعم. ولكنك لا تقدسه وتعلم أنه مآله إلى الله، قد يحسن الله خاتمته وقد يسيئها، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فكذلك الشعائر تعظيمها لا يقتضي فيها تقديسا بمعنى عبادة أو أن تصرف لها شيئا من العبادة، بل إن عمر بن الخطاب قال للحجر الأسود: والله إني لا أعلم إنك لحجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. ولذلك القضية فقط المأذون فيه، مثلا أذن، رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم التزم الملتزمة، ورأيناه مسح الركن الإيمانية، ورأيناه قبل الحجر الأسود، فيشرع لنا ذلك. لكن ما سوى ذلك مثلا كمقام إبراهيم أو غيره، هذا لم نره فعل ذلك، فلا يكون ذلك مشروعا. واختلف الصحابة في الركنين، ركني الحجر أو ركني البيت، فالبيت له أربعة أركان. الركن اليماني لا خلاف في مسحه باليد، والقول بتقبيله قول شاذ، وقول لبعض الحنابلة ذكره
الخراقي في المختصر. والحجر الأسود لا خلاف في مشروعية تقبيله لمن قدر، ومن لم يقدر فليلتمسه، ومن لم يلتمسه بيده فليلتمسه بمحجن أو عصا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا الإشارة إليه. أما الركنان الآخران، الركن الشآمي والركن العراقي، العراقي والشآمي، ففيهما خلاف. فلما بنى عبد الله بن الزبير الكعبة على قواعد إبراهيم كان يمسح الأركان الأربعة، وسئل عن ذلك قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمسح هذين الركنين، فقال لأنها لم تكن، لأنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم، فأنا بنيتهما على قواعد إبراهيم ولا شيء من الكعبة مهجورا، يرى أنه لا يهجر شيء ركن من أركان الكعبة. وهذا الخلاف بين ابن الزبير وابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر يرى الاقتصار على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وابن الزبير يرى أن هذا معلل، وأنه إنما ترك المسح عليهما لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم، فلما وضعهما هو على قواعد إبراهيم كان يمسحهما. في واليوم ليس على قواعد إبراهيم طبعا، عادها الحجاج إلى ما كانت عليه في العهد النبوي، وحينئذ ليس الركن العراقي ولا الركن الشآمي على شيخنا الحطيم. هذا هو قواعد سيدنا إبراهيم، الحطيم أليس كذلك؟ لا، الحطيم مع البيت كله، البيت بكامله وستة أذرع منه داخل حجر إسماعيل، ستة أذرع هذه من الكعبة. أما الحطيم فإنه يطلق على الحجارة التي في أطراف الكعبة كانت تمنع السيل، والآن فيها ربط كسوة الكعبة. كسوة، نعم نعم. لكن حجر إسماعيل، حجر إسماعيل الذي هو وراء الركنين العراقي والشآمي، هذا الحجر ستة أذرع منه من الكعبة، نقصها قريش حين ضاقت عليهم النفقة من الحلال. وعائشة رضي الله عنها كانت تقول والله ما أبالي إذا أنا صليت في الحجر ألا أدخل الكعبة، فهو بمثابة داخل الكعبة. الكعبة. نعم نعم. والله قال قواعد سيدنا إبراهيم هي على تامة، ليس الحجر كاملا منها، بل ستة أذرع منه فقط التي تلي الكعبة. أما القوس الدائري فهذا خارج الكعبة. القوس خارج. نعم. مع أنهم ينبهون الطائفين أن لا يمدوا أيديهم حتى لا تصبح. نعم، هذا احتياطا فقط. طيب، معنا الأخ محمد، مع الأسف فقدناه. معنا الأخ زين الدين من سويسرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ يسمعك أخي، تفضل. الحمد لله، بارك الله فيكم، نحبكم في الله شيخنا، نسأل الله يطيل في عمركم ويمتعنا بصحتكم. أحبك الله. نسألكم الدعاء لنا ولأهلنا في سوريا. وفقكم الله وأقر أعينكم وفرج همكم ونفس كربكم. آمين. عسى ربكم أن يملك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. آمين يا رب. لدينا سؤالان شيخ بعد إذنك. تفضل. السؤال الأول، مجموعة من الأخوة في سوريا جمعوا من عدة سنوات مبلغ من المال، تبرعوا فيهم عدة أشخاص لبناء مسجد، واشتروا مواد البناء وبقي قسم من المال. نعم. أخ زين الدين. ألو. أيوة، معك أخ زين الدين، نحن نسمعك، تفضل. مجموعة إخوة جمع الأخوة مبلغ من المال واشتروا مواد بناء وبقي قسم من المال. لم يستطيعوا بناء المسجد بسبب الظروف. نعم. فتبرعوا بالمال الباقي، تبرعوا فيه لمحتاجين، وكذلك في مواد البناء الآن يعني أطفال يلعبون ويفسرون فيريدون استخدامها، هل يجوز لهم استخدام هذه المواد؟ لأنه يعني يعتبرون الأمر وقف، كذا المال هذا وقف. والمال هل تبرعوا به، هل يجوز لهم التصرف في هذا المال؟ هذا السؤال الأول إذا كان واضح. واضح واضح، لكن السؤال الثاني أرجو أن تسرده سردا ولا تتوقف أخي، تفضل. إن شاء الله. السؤال الثاني، أنا عقد النكاح قبل أسبوع، ما حدود الاستمتاع قبل الزفاف؟ يعني الزفاف إن شاء الله بعد فترة من الزمان، ما حدود الاستمتاع؟ واضح إن شاء الله بالزوجة. واضح. طيب شيخنا الأخ، جزاكم الله خير وإياكم، حياكم الله. وعليكم السلام. شيخنا الأول سؤال، مجموعة من الإخوة جمعوا مال ليشتروا مسجد أو ليبنوا مسجدا، لكن ظروف الحرب بسوريا لم يستطيعوا شراء إلا بعض المواد، والآن الأولاد يعبثون بها، هل يجوز لهم التصرف؟ نعم، لا بد أن تؤخذ هذه المواد لأنها عرضة للضياع، ف
فتباع أو توضع في أمر آخر، ثم يؤخذ ثمنها. وإذا أطفأ الله نار الحرب بنيتم بها المسجد إن شاء الله، وقبل ذلك تصرفون في هذا التصرف. وإذا اضطررتم إليها في حاجة الناس، كما إذا كان الناس لا يجدون مأوى أو طعاما، فإيواؤهم وإطعامهم مقدم على بناء المسجد، وهو أفضل لكم من بناء المسجد. معناها التصدق والتصرف ببناء المواد المسجد تجوز. نعم. للمحتاجين. نعم. للضرورة. للضرورة. معنا الأخ محمد من الجزائر. نعم. تفضل أخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. كانت صيحة خرجت في الإمارات تدعو إلى الديانة الإبراهيمية، وتأثروا بها بعض الشباب عندنا هنا في الجزائر، خاصة في مدينتنا، ولكن تأثروا لأنهم رأوا بعض المشايخ الذين يثقون في علمهم. نطلب منك أن توضح لنا بعض المعالم لهذه الديانة. نعم، واضح إن شاء الله. الديانة الإبراهيمية. نعم، بالنسبة للدين عند الله هو الإسلام، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وكل من طلب دينا سواه فهو ضال مضل ومصيره إلى النار. فقد قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد أخذ الله العهد على إبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى وكل أنبياء الله إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه وينصروه. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون؟ والله سبحانه وتعالى ختم ديانة إلى أهل الأرض بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقال له: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: وخاتم النبيين، فلا رسول ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا وحي إلى أهل الأرض بعده. وعيسى بن مريم عندما ينزل حكما في آخر الزمان يحكم بملة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد علمه الله الكتاب والسنة، ويعلمه الكتاب والحكمة، الحكمة هي السنة، ولا يحكم بملته المنزلة عليه ولا بالإنجيل الذي أنزل عليه، بل يحكم بالقرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه. وما سوى ذلك من السعي لإرضاء اليهود والنصارى بتغيير الإسلام وصناعة دين جديد على وفق أهوائهم، كله داخل في قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ومصيره إلى الفشل والضياع، ولا يمكن أن يقتنع به مسلم. فالمسلمون ليسوا في شك من أمر دينهم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة، قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والذي نفس محمد بيده، لو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا اتباعي. قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فلذلك الدين هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، وهو موجود في كتاب الله القرآن المحفوظ المعصوم الذي قال الله فيه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي بيان للقرآن، كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ونحن نشهد أنه بين ما أنزل إليه أفضل بيان وأوضحه وأكمله. فهذا هو الدين، وما سواه ألاعب البشر، ولا تقرب من الله سبحانه وتعالى، بل تقرب من ناره وسخطه عائدا من الله. نعم. معنا اتصال من عبد القادر من فرنسا. أخ عبد القادر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي عبد القادر. شيخ أنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ أنا؟ يشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله حبا كثيرا.
أحبك وكم الله. من مرة التقيت بك في المنام، وأسأل الله أن يلقيني بك في الدنيا إن شاء الله الله قبل الآخرة. الله يجزيك خير. سؤالي يا شيخ، في القرآن الكريم الله عز وجل في السنة أن جبريل عليه السلام قلب مدائن لوط بجناح، وهم أربع قرى بجناح واحد قتلهم، فكيف في القرآن الله عز وجل يقول يمددكم ربكم بخمسة آلاف وثلاث آلاف إلى غير ذلك؟ فلم أفهم، جبريل وحده يقدر أن يقلب مدائن لوحده وفي القرآن يقول بثلاث آلاف وخمسة آلاف؟ هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني شيخنا، يمكن أن تفصل لنا في إيمان المقلد؟ بارك الله فيك يا شيخ. بارك الله فيك، حياكم الله. معنا الأخ علاء الدين من تركيا أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي علاء. أعرف حرصكم على الوقت، لذلك أكتفي بما جاء جامعا من الأدعية، فأقول جزاكم الله خيرا. سؤالي الأول، هل لمن بلغ الخامسة والعشرين من عمره وقد أسرف على نفسه وضيع كثيرا أن يكون له حظا في خدمة دين الله عز وجل وفي تعلم العلم وتعليمه، أم أن شرع الله عز وجل أغلى عنده سبحانه من أن يأتمن عليه المفلسين؟ هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني، ما الحيلة يا شيخنا وقد كثرت الحقوق والواجبات، فمن ناحية حق الله سبحانه وتعالى وحق النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق الأمة، والوقت يمضي مسرعا والتدارك صعب؟ والسؤال الثالث، علي قضاء صلوات سنتين فائتتين، وقد قضيت صلوات الصبح كاملة الحمد لله، وقد نويت أن أصلي وقت النهار صلاة الظهر والعصر، وفي الليل صلاة المغرب والعشاء، فهل نيتي وتصرفي صحيح؟ والسؤال الأخير جزاكم الله خيرا، هل من وسيلة للقاء بكم جزاكم الله خيرا؟ إن شاء الله. طيب، معنا السؤال الأول شيخنا عبد القادر من فرنسا. الأخ اللي كان يسأل من سويسرا أظن بقي له سؤال في نعم بن رؤيا الأخ من سويسرا، مجموعة تصدقوا. لا ذكرنا ذاك، لكن بقي بعده سؤال قال، والديانة الإبراهيمية ذكرناها. لا ذكرناها، هو ليس هو صاحب الديانة. أنا هذا الذي كتبته والله، الديانة الإبراهيمية وتصدقوا ب. لا هو ذكر سؤالا لكن نسيناه. نعم هو تزوج. نعم عقد نعم تزوج. نعم هو نعم بالنسبة للعقد، إذا حصل الإجابة والقبول وتم العقد فحينئذ يجوز الاستمتاع بين الزوجين وبينهما التوارث، ويجوز لهم الخلوة والتمتع، ولكن الاحتياط للمرأة أن لا تمكنه من نفسها قبل أن يدفع إليه المهر أو مقدم المهر على الأقل. نعم، ليس هذا في شيخنا، هذا يكثر في ديارنا أنهم يعقدون العقد ولكن الأهل يعتبرون خيانة دخوله بها. ليس نعم أليس هذا فقط احتياط للمال، أليس عرفا والمعروف عرفا كالمشروط شرطا؟ هو فقط احتياط وليس مشروطا شرطا، بل يجوز له ذلك، هي زوجته ترثه ويرثها. نعم، وإذا دخل بها وجب لها المهر كاملا، وإذا نعم طلقها قبل المسيس كان لها نصف ما سمى. نعم نعم. طيب، معنا الأخ عبد القادر من فرنسا سأل عن القرآن الكريم وكيف سيدنا جبريل ويمددكم بألفين نعم بالنسبة للملائكة من عالم الغيب وليسوا من عالم الشهادة، ولذلك لا يمكن أن تقيسهم بما تعرفه في عالم الشهادة من البشر والناس والجن، فالملائكة من عالم الغيب، وجبريل عليه السلام له 600 جناح، ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، ومع ذلك كان يأتي فيراه الناس في صورة دحية الكلب رجل، ويدخل البيت النبوي وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وحجره صغيرة ويجلس بين يديه، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين يوم بدر بتنزيل الملائكة لنصرتهم، وقد نزلهم بالفعل، لكن اختلف هل قاتلوا أو لم يقاتلوا، فقيل قاتل الملائكة كما يقاتل البشر، لأن الله قال فاضربوه فقال أعناق واضربوا منهم كل بنان، فاضربوه فقال أعناق واضربوا منهم كل بنان، ضرب الرؤوس والأعناق والأيدي، وهذا لا يمكن أن يعلم به العرب، فهم أهل قتال وسلاح وشوكة ويعرفون أماكن الضرب بالسيوف، فكأنه تعليم للملائكة الذين لم يكونوا يعرفون القتال بالسيوف. وقيل ما قاتل الملائكة وإنما نزلوا تثبيتا للمؤمنين وتكثيرا لسوادهم، فيراهم العدو فيرهب منهم،
وهذا القول هو الذي يوافق ما اعتراض الأخ، ولذلك قال أهل السير: وقيل لم تقاتلوا الملائكة، تقاتلي الملائكة إذ ريشة منهم لقوم مهلكة، ريشة منهم مهلكة لأهل الأرض جميعا. وعموما هذا الأمر يحمل على الغيب، فما ورد فيه النص صدقناه، وما لم يرد فيه النص لم نتكلفه بعقولنا. فلذلك جبريل وحده أهلك قوم لوط، ورفع استل قريتهم، وسمع أهل السماء أصوات كلابهم وديكتهم، ثم جعل عاليها سافلها وأمطر ردها على الأرض وأمطرها بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، وهلكوا بهذه الطريقة. لكنه جاء يوم بدر مناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وشهد المعركة، والذين شهدوا بدرا من الملائكة هم من أفضل الملائكة عندهم، كما أن الذين شهدوها من المؤمنين في هذه الأمة هم من أفضل هذه الأمة. فهذا المقصود. وأما حصول أنهم أمروا، لم يؤمروا بالتدمير، ولم يؤمروا بما حصل في لقوم لوط، بل كان السنة الله في هذه الأمة أن يقع القتال بين المسلمين والكافرين، وأن يكون ذلك دولة، يوم للمسلمين ويوم عليهم، كما قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه الأمة ليس فيها هذا الأخذ الوبيل الذي كان في الأمم السابقة، كقوم لوط وقوم عاد الذين، قوم هود الذين سخر الله عليهم الرياح العقيم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، وكقوم صالح الذين أرسل الله عليهم الصيحة، وفرعون وقومه الذين ابتلعهم البحر جميعا. فهذا كان في الأمم السابقة. أما سنة الله بهذه الأمة فهي سنة التدافع والقتال. ولذلك لما جاء ملك الجبال وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحطم الأخشبين على أهل مكة فلا تبقى منهم باقية، لم يقبل ذلك، ورجاء أن يخرج الله من أصلابهم قوما يعبدون الله لا يشركون به شيئا. نعم، خلاصة الكلام في إيمان مقلد. بالنسبة للمقلد ليس درجة واحدة، فالتقليد لا يكون إلا عن جهل. ولذلك يقول البحتري: وعرف العالمون فضلك بالعلم، وقال الجهال بالتقليد. ولذلك يعرف أهل العلم التقليد بأنه الأخذ بقول غير المعصوم من غير معرفة دليله، فهو أخذ بقول غير المعصوم. أما الأخذ بقول المعصوم فهو غير تقليد، بل أخذ بالدليل من غير معرفة دليله. فإذا أخذت بقول مالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة مع معرفة دليله فلست مقلدا، لأنك تتقوى بالدليل الذي في يديك من كتاب أو سنة أو إجماع أو نحو ذلك. فلذلك التقليد في الإيمان الراجح أنه لا يكون به الإنسان مؤمنا، التقليد المطلق، بحيث إذا سأله الملكان في قبره يقول: لا هاهن ها لا أدري، كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فهذا المقلد تقليدا أعمى، وهذا الذي لا يعد به مؤمنا. أما ما دون ذلك من التقليد كالتقليد في فهم النصوص أو التقليد في الأدلة العقلية أو نحو ذلك، فهذا النوع من التقليد لا حرج فيه. ولذلك خير الاستدلال في العقائد هو ما كان عليه السلف من الصحابة الكرام بالأخبار، أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبار الأنبياء السابقين وعجائب الكون وعجائب الخلق، كما قال العلامة محمد مولود رحمة الله عليه: وخير الاستدلال نهج الصحب عجائب الخلق وأخبار النبي. وأما التقليد في أصل الإيمان فهو مردود، لأن الله قال في تكذيب المكذبين للرسل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهم مقتدون أي مقلدون لآبائهم، فهم متبعون لهم، فلم ينفع ذلك ولم يغني عنهم شيئا، فذم الله هذا التقليد، وهو التقليد في أصل الإيمان. أما التقليد في جزئياته وأدلته فهذا ليس كذلك. ولهذا فنحن الآن في النقليات ما لنا إلا التقليد، فصحة هذا الحديث أو كونه متواترا أو أنه صحيح هذا ما لك فيه إلا التقليد، لأنك لم تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رويته عن أهل العلم المتخصصين الذين ائتمنهم الله عليه، فتقلدهم في صحة هذا الإسناد أو اتصاله أو عدالة رواته أو جرحهم أو نحو ذلك، ما لك في هذا إلا التقليد. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما من أحد إلا وله حظ من الاجتهاد وحظ من التقليد. فالعامي المطبق
حظه من الاجتهاد ما يعرف به من يستفتيه، ما يختار به من يستفتيه، والمجتهد المطلق حظه من التقليد ما يعرف به اتصال الإسناد وعدالة الرواة ونحو ذلك. وعموما المسألة فيها خلاف عقدي معروف، وهو الذي نظمه السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع، فقال وفي المقلد خلاف، أقصد قال المقري وفي المقلد خلاف يستطر لأنه إيمانه على خطر. والسيوطي أيضا في الكوكب الساطع يقول نعم يقول لكن أبو هاشم لم يعتبري إيمانه وقد عزيل الأشعري. قال القشيري عليه مفترى، والحق إن يأخذ بقول من عرى بغير حجة لأدنى وهمي لم يكفيه، وليكتفي بالجزم فليجزم العقد ولا يناكث بأن العالم حقا حادث صنعه الله الذي توحد قديم إلى لوجوده ابتداء، والواحد الشيء الذي لا ينقسم ولا يشبه بشيء قد علم، إلى أن يقول بحيث لا يقول قد سمعته والناس قائلونه فقلته. هذا القدر الذي هو مذموم من التقليد. نعم شيخنا، 25 سنة بلغ عمره وهو مفرط، والآن يحب أن يخدم هذا الدين، فهل الدين أغلى من أن يخدمه إنسان فرط في حق نفسه؟ كثير من الذين خدموا هذا الدين ونصروه ما أسلموا أصلا إلا وهم كبار، منهم مثلا عبيدة بن الحارث بن المطلب سيد شهداء بدر، كان أكبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السن. وكثير من الصحابة ما أسلموا إلا وهم أبناء 60 سنة وخدموا هذا الدين ونشره الله على أيديهم. وباب التوبة مفتوح، ولا يسد ولا يحال بين الإنسان وبين التوبة وخدمة الدين إلا بأحد أمرين: أن يغرغر عند الموت كحال فرعون الذي قال عندما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فأجابه الله الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين. والحالة الثانية يوم تطلع الشمس من مغربها فيغلق باب التوبة، لكن قبل ذلك للإنسان أن يتوب. والله خاطب الكفار فقال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، عرض عليهم التوبة. وعرضها على المنافقين فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. وعرضها على المحاربين الذين يقتلون المسلمين ويأخذون أموالهم فقال إن قال نعم في سورة المائدة يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. وكذلك في السارق والسارقة في سورة المائدة قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. وكذلك في الزنا والقتل فإن الله قال في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسناتهم وكان الله غفورا رحيما. ومثل ذلك أيضا في الذين يقذفون المحصنات من المؤمنات، فإن الله ذكر ذلك في سورة النور فقال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم فاسقون إلا الذين تابوا. ما شاء الله. نعم. شيخنا بقي معنا 3 دقائق ومعنا 3 أسئلة. الأخ يقول كيف الحل بكثرة الحقوق تتنازعه؟ نعم بالنسبة هو ذكر أيضا قضاء الصلاة وقضاء الفوائت إذا لم يكن شاكا في وجوبها وإنما كان يحول بينه وبين أداء الصلاة التكاسل، فحينئذ يقضيها احتياطا على مذهب الجمهور. وقضاؤها مثلا أن يخصص 3 ساعات أو ساعتين ونصف أو ساعتين يوميا في كل 24 ساعة يصلي فيها الصلوات، والأصل أن يبدأ بالظهر ثم يأتي بالعصر ثم المغرب. ممكن شيخنا يصلي مع كل فرض لا وهكذا؟ لا يكفي. ما هو السبب؟ لا يكفي ذلك لأنها دين، وأنت لو كان عليك دين هل يرضى من له الدين لا تعطيه إلا من كل راتب قرشا واحدا؟ ليس قرشا شيخنا، مع كل وقت يقضي أي وقت هو القرش هذا، يعني خلال 2 سنين يكون أدى الدين. لا لكن لا يكفي،
هذا إذا كانت صلاة السنتين فقط. هو يقول سنتين. لا لكن المهم لا ذكر أنه قضى سنتين لكن هو يقول 25 سنة. الذي فهمته عليه قضاء سنتين وبدأ بصلاة الفجر. المهم أن لا يكفي الفجر وحدها بل لا بد من ترتيب الصلوات. لا بد أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر تأتي يوم كامل ثم بعد ذلك وهكذا ويكون ذلك على هذا الترتيب. فالجهرية يقضيها مجهورة والسرية يقضيها سرية والتي فاتت في السفر يقضيها مقصورة إذا كانت رباعية والتي فاتت في الحضر يقضيها كاملة. شيخنا نريد أن نأخذ منك فتوى ميسرة. هذه ميسرة لو يعني واحد عليه قضاء ويصلي. هو أصلا عند الحنابلة أيسر شيء عند الحنابلة وابن حبيب من المالكية أنه لا يجب عليه قضاء شيء. لكن كافر أنه إن ترك الصلاة هنا أنه كان كافرا وأسلم. لا نريد أن نقع بالكفر شيخنا. يعني لو قضى مع كل وقت وقت وإذا مات أدركته هو على النية يؤجر إن شاء الله. لا يكفي ذلك بل لا يكفي. لا بل الأفضل أن يخصص وقتا لكل 24 ساعة يخصصه لقضاء هذا الدين الذي عليه. نعم دين الله يحق أن يقضى. صحيح شيخنا. يسأل سؤال عن الحقوق حقوق الوالدين. حقوق نعم هذه الحقوق ذكرها لكن الذي شرعها هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وهو الحليم سبحانه وتعالى. ولم يكلفنا إلا بما نطيق. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنت عليك أن تجتهد في استغلاء في أدائها جميعا بما استطعت وما عجزت عنه فأنت معذور فيه. نعم شيخنا. يسألكم كيف يلتقي بكم؟ إن شاء الله ييسر الله. إن شاء الله. طيب شيخنا بالنسبة لموضوع التعظيم رسالة سريعة بدقيقة واحدة. نعم بالنسبة للتعظيم المطلوب من المؤمن أن يكون مع الله وأن يكون قلبه مع الله سبحانه وتعالى وأن يكون متقيدا بأوامر الله وقافا عند كتاب الله. وحينئذ لا شك أنه سيحب الله ويحب كل ما يحبه الله وسيبغض كل ما يبغضه الله. فإذا أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب كتاب الله وأحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب العبادات المقربة من الله فحينئذ سيعظم كل هذه الشعائر. وما لم تشتغل عاطفته بهذه المحبة لا يمكن أن يصل إلى هذا المقام مقام التعظيم. أشكركم فضيلة شيخنا العلامة محمد الحسن ولد الددو. هناك أسئلة كثيرة شيخنا نرجوها إلى حلقة قادمة خصوصا عبر الواتساب. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة. دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.